الحب اكيد هيبقى موجود في يوم من الايام، بس هو مش موجود حاليا. حاليا مركز شويه في شغلي، اكيد النصيب زي ما بيقولوا بيجي يعني، فاول ما يبقى في حاجه اكيد الناس كلها تعرف، مش اخبي يعني. الحب اكيد هيبقى موجود في يوم من الايام، بس هو مش موجود حاليا. حاليا مركز شويه في شغلي، اكيد النصيب زي ما بيقولوا بيجي يعني، فاول ما يبقى في حاجه اكيد الناس كلها تعرف، مش اخبي يعني.